حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك حدثنا زهير حدثني سماك بن حرب حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسأله رجل فقال إن من الطعام طعامًا أتحرّج منه فقال لا يخطى لجنة في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يختال جنة في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن الهُلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينه على شماله ، في الصلاة ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا شريك عن سماك عن قبيصة بن هُلب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألته عن طعام النصارى فقال لا يختال جنة أو لا يحيكن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية قال وكان ينصرف عن يساره وعن يمينه ويضع إحدى يديه على الأخرى حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود عن شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الصدقة قال لا يجي أن أحدكم بشات لها يعار يوم القيامة حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح حدثنا شريك عن سماك عن قبيصة بن الهلب عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: "لا يحيكن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية" قال: "ورأيته يضع إحدى يديه على الأخرى" ورأيته ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن شماله حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سِمَكٍ بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى قال لا يختال لجنه في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانيه حدثنا عبد الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا غمضر عن شعبه عن سماك عن قبيصه بن هلب عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شقيه حدثنا عبد الله حدثنا العباس بن الوليد النرسي وهناد بن السري قال ثنى أبو الأحواص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمنا فيأخذ شماله بيمينه وكان ينصرف عن جانبيه جميعا عن يمينه وعن شماله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحواص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمنا فيأخذ شماله بيمينه وكان ينصرف عن جانبيه جميعا عن يمينه وعن شماله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحواص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمنا فيأخذ شماله بيمينه وكان ينصرف على جانبيه جميعا حدثنا محرز بن عون بن أبي عون حدثنا شريك عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه رفعه قال كل ما ضارعت فيه النصرانية فلا يحيي في صدرك حدثنا عبد الله حدثنا أبو محمد مولى بن هاشمين يحيي بن عبد ربه حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت قبيصة ابنه البن يحدث عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصدقه فقال لا يجي ان احدكم بشات له رغاء قال يقول يصيح حدثنا يحيى بن عبدويه مولى بني هاشمين حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن الهلب يحدث عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف على شقيه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سمك بن حرب قال سمعت قبيصة بن الهلب يحدث عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شقيه حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت قبيصة ابنه البن يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة فقال لا يجي أن أحدكم بشات لها يعار حنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن شماله حَنَا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سمك بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من الصلاة انفتل عن يمينه وعن شماله»